السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وسعد الله مساءكم أعزائي المشاهدين على دروب المحبة. نلتقي بكم مجددا، فأهلا وسهلا بكم في برنامجكم المرتل. أيها الأحبة، من فضل الله سبحانه وتعالى أنحبانا في هذه الأرض الطيبة بحكام يعني وضعوا القرآن الكريم نصب أعينهم. نرجع في الزمن إلى الوراء كنا نشوف مراكز الشيخ زايد الله يرحمه ويغفر له، ومراكز الشيخ مجتوم الله يرحمه، مصحف الشيخ مجتوم الله يرحمه، جائزة القرآن الكريم، والآن برنامج المرتل عبارة عن تكملة لهذه المسيرة. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. أيها الأحبة، نجتمع على الخير، نجتمع على الحب، ونجتمع مع لجنة التحكيم والشيخ أسامة الصافي والشيخ مشار العفاسي والشيخ عبد الرزاق دريمي. أرحب فيكم أجمل ترحيب، ورحب أيضا بالزميل العزيز صلاح الشطي من خلف الكواليس. صلاح، أرحب فيك يا سيدي. يا أهلا وسهلا، هلا بالغالي أيوب، حياك. كيف الأجواء معاك وكيف أجواء مع المشتركين؟ تمام إن شاء الله ومتحمسين يا رب. جميل. أرجع للجنة التحكيم الآن، يعني ندردش معاكم سؤال خفيف. إحنا عادة يعني قبل اعتلاء المسرح هناك متسابقين الآن يستمعون إليكم، نصيحة وتوجيه عام لهؤلاء المتسابقين عند اعتلائهم للمسرح، كيف يتعاملون مع الجمهور، كيف يتعاملون مع لجنة التحكيم، ماذا عليهم أن يراعوا من أحكام التجويد، من صوت، يعني في هل هناك نصائح عامة للمتسابقين وأيضا للذين تأهلوا معنا للدور القادم؟ شيخ مشاري. بسم الله الرحمن الرحيم. احنا كنا نلتمس العذر لبعض المشاركين في الحلقات السابقة ان يعني المقطع صغير وما يمديهم يعني يدخلون في المود او الجو للقراءة، فانا انصحهم ان قبل يعتلون المسرح يقرأ ويفتح صوته قبل ما يأتي، ثم يأخذ بنوع من الاداء، نوع اخاذ ياخذنا للوهلة الاولى. بعض الأداءات تمهيدية، وبعض الأداءات والأنغام وهذا يأتي من ذكاء القارئ في اختيار الطبقة واختيار النغم واختيار نوع الأداء اللي ياخذنا. وإحنا هو داخل مسابقة، لازم الأول ما نسمع شيء يعني يمكن ما يمدي ينوع في القراءة، صح، لكن وهذا يأتي طبعا بالتسخين قبل، صح، القراءة، تسخين قبل دخول المباراة. شيخ عبد الرزاق. إيه نعم، مثل ما تفضل شيخ مشاري، لابد يعني على القارئ أن يسخن صوته قبل أن يرتقي المسرح ويتجنب الارتباك ويعيش في جو التلاوة، ينسى أنه في اختبار، لأنه الشعور أنه في اختبار هذا يعني راح ممكن يعني يودي به، صح. أي فأيضا يعني اختيار الجمل اللحنية القوية، نعم، المناسبة للآيات، هذا أيضا يعني يساهم في أن تكون التلاوة إن شاء الله ناجحة وموفقة. أحسنت شيخ أسامة. أنصح إخواني المتسابقين كما نصح يعني صالحون من قبل، منهم من قال لتلميذه اقرأ القرآن وكأنه عليك أنزل، ومنهم من قال لتلميذه اقرأ القرآن الكريم وكأنك تقرأه أمام النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا من الجانب المعنوي. من الجانب المادي أنصح إخوان المتسابقين قبل القراءة وعند البدء بالقراءة أن لا يندفعوا يعني بسرعة أو بقوة، لأن هذا قد يعني يجرح الصوت أو يجهد حتى الأداء وإن كان الأداء يعني قصيرا. فيبدأ بداية متزنة فيها التؤدة، فيها الهدوء، فيها السكينة، ثم بعد ذلك يستعرض ما عنده من أداء. أحسنت، نرجع لكم إن شاء الله ونرجع مع المتسابقين والمشتركين، لكن بعد هذا الفاصل. أهلا أهلا بكم أيها الأحبة، مثل ما عودناكم في كل حلقة ناخذ المشترك الأول نسمع صوته، لكن قبل سماع صوته نشوف معاكم تقرير عن هذا المشترك ونرجع لكم. اسمي إبراهيم فايد، جنسيتي مغربية، ووظيفتي إمام. والله الهدف هدف تنافس، ويعني كما قال الله عز وجل وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، يعني لما يكون يعني شيء يعني في تنافس على القرآن يعني نروح له.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عم يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا. يعطيك العافية شيخ. تفضل تفضل شيخ. حياك حياك شيخ إبراهيم. ناخذ تعليق شيخ عبد الرزاق الدليمي. نعم الأخ إبراهيم فايض بارك الله فيك تلاوة طيبة. أدائك ما كان متناسق، تنقلاتك ما كانت متناسقة، يعني كنت قرأت بالطريقة الحجازية ثم انتقلت إلى أداء حر، أداء آخر مختلف، وكان من المفترض أن تلتزم بنمط معين بأداء ثابت، إما تقرأ بالأداء العالمي أو تقرأ بالطريقة الحجازية وتبدع فيها وتقرأها بعمق. كان مميز فيها هو؟ لا حجازي؟ لا هو لو التزم يعني وأبدع فيها يعني يطلع من عنده، عنده إمكانية. جميل. أيضا اللام في يوم الفصل نطقتها مفخمة وهي مرققة. أحسن أحسن شيخ مشاري. إبراهيم لما يقرأ الأنغام بشكل مطول تكون دقيقة والقراءة سلسة، لما يجي عند الغنن إخفاءات إدغامات في العرب تفلت من الأنغام ما تكون دقيقة. يعني أنا أنصحه أن في العرب يحافظ على الأنغام الطويلة، يعني ما يعني القفزات مالتك لا تخليها سريعة، لأن في السرعة أنت قاعد تفقد الدقة في التنقل في العربة. كذلك للطاغينة الغين من الأحرف المفخمة، أحرف الاستعلاء، خص ضغط قض، إذا جاءت مكسورة تكون يعني أقرب إلى الترقيق، يعني في أدنى مراتب التفخيم للطاغينة مش للطاغينة. أحسن أحسن الشيخ. شيخ أسامة. أخي إبراهيم أعطيك نقطة قوة ونقطة للتحسين. نقطة القوة في استهلالك لما بدأت بعما تساءلون، النبرة كانت فيها تساؤل فعبرت بالمعنى بشكل الجميل وكانت بداية جميلة، يعني توقعت أنها تستمر بهذا النسق الجميل، فهذه ميزة حافظ عليها. النقطة التي أنصحك أن تحسن فيها من أدائك مما يريح السامع الثبات
في 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 وحدة معينة تتكرر. وأقصد بذلك أنه إذا كان عندك مثلا مد العوض لابد أن تلتزم به بنفس الطريقة في كل القراءة بغض النظر عن التنوع في أدائك، لكن تلتزم في طريقة أدائك له. كذلك مثلا القلقلة، القلقلة وإن كنت تقلقل في بعض الحروف لكن وضوحها في مواضع وعدم وضوحها في مواضع أخرى يعطي عدم ثبات. الثبات بالطريقة لكل حكم معين يريح السامع، بالإضافة إلى السرعة، بالإضافة إلى النفس الثابت. شكرا، شكرا لك شيخ أسامة، يعطيك العافية. شيخ إبراهيم يعطيك العافية، إيجابي شيخ أسامة، نقطة قوة ونقطة تحسين، يا سلام عليك، من وين تجيب هاي التعبيرات الجميلة؟ مع الشيخ صلاح الشطي نسمعك. حياك الله يا شيخ إبراهيم، الله يجزاك خير على هالقراءة الطيبة. الله يبارك فيك، الله يجزاك خير. أكيد كنت مرتبك، كيف تعاملت مع هالشعور هذا؟ والله لما تكون أول متسابق يعني ما يكون عندك يعني تجربة، بس الحمد لله على كل حال يعني كنا ضمن المشايخ الكرام. لو كنت أنت مع لجنة الحكام كم تعطي نفسك من 10؟ لا أعطيش نفسي شيء. عسى الله يوفقك يا شيخ إبراهيم ويشوفك إن شاء الله في المراحل الأخرى. الله يبارك فيك. نرجع لك يا أيوب مع المتسابق رقم 2 في برنامج المرتب. يعطيك العافية، يعطيك العافية أستاذ صلاح. أذكركم الزر الأخضر عندكم يعني يبينا للاستخدام. أنا أديت اللي علي. إيه جزاك الله. شيخ عبد الرزاق وشيخ أسامة. الله الله. الله الله. ومع المشترك الثاني نشوف تقرير بسيط عنه ونرجع لكم. الاسم سعد أزويت، السن 22 سنة، الجنسية من المغرب، والوظيفة إمام مسجد. الله سبحانه وتعالى يقول: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. ونحن جئنا نتنافس في كلام الله جل وعلا، وهذا خير، يعني خير هدف أنك تتنافس على القرآن ومع القرآن. الحمد لله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عم يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا. إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا. إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا
إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا صدق الله العظيم. يا سلام، الله يفتح عليك يا شيخ، الله يفتح عليك يا شيخ سعد. ايش انا كنت يا قاطعك، قلت لا والله اللي يكمل. يعطيك العافيه على هذه التلاوه الطيبه، يعطيك العافيه. لا مو بقصدي يعني احمسكم على ضغط الزر، لا 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 استغفر الله. شيخ مشاري تعطيني تعليقك. جزاك الله خير على التلاوه الجميله، امتعتنا. وجزاك الله خير ايوب ان تركته. الله يحفظك. اولا يعني كنت اتمنى ان لا يجرك النغم، يعني انت يعني جعلت النغم يقود الكلمات. كنت اتمنى ان يعني تجعل الكلمات والمعاني هي التي تقود النغم، فمديت ما لا يمد. و يعني انت ما شاء الله تملك صوت تقدر تعبر فيه اكثر من ما ان تزيده حليات وعرب. هل بعض الاحيان شيخنا النغم يطغى على يعني احكام التجويد ام لا؟ اذا كان منضبط باحكام التجويد، لذلك انا قلت له مديت ما لا يمد. الاداءات النغميه ما شاء الله تنوعت فيها، ولما تطرق نغم معين ما شاء الله تتقنه، وهذه ميزه فيك غير ميزه الشجن اللي عندك والصوت البكاء الحساس. جزاك الله خير، يعطيك العافيه. شيخ شيخ اسامه، انا لاني سمعت الان اداء الذي يدل على تمكن من حيث الصوت على امرين قل ان يجتمعان، قوه الصوت والعذوبه معا، ولاني اريد ان اسمعه مره اخرى مع التزامه بالنصيحة التي يعني نصحه بها شيخ الشيخ مشاري، أريد أن أوصله إلى النهاية. الله 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 الله، يستاهل يستاهل، الله أكبر، تستاهل شيخ سعد، يعطيك العافية، بالبركة بالبركة. بس نسمع تعليق الشيخ عبد الرزاق بعد إذنك. والله الأخ سعد صالح ما شاء الله صوت جميل، تنقلاته سليمة. أيضا المسألة اللي تطرق لها الشيخ مشاري جزاه الله خيرا على مسألة التمطيط، تجنب التمطيط، حافظ على وزن الكلمة، وزن الحرف، ووزن النغم. أتمنى لك التوفيق. بارك الله فيك شيخ. تستاهل تستاهل شيخ سعد، تستاهل 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 الزر الأخضر، وانتقل معانا إلى نصف نهائي. والكلمة لك أستاذ صلاح الشطي، لك الكلمة مع المتسابق الذي تأهل معنا إلى النصف النهائي. الله يجزاك خير على هذه القراءة الطيبة يا شيخ سعد. بارك الله فيك. كلمنا عن الربكة اللي كنت أشوفها أنا بالكالوس. والله بيكون خوف سبحان الله، يعني حتى يعني تجمع بين الأداء وبين يعني التحكيم، يعني بين التجويد، فالموفق من الموفق من وفق الله سبحانه وتعالى. الحمد لله. كنت متوقع الضوء الأخضر؟ والله شو أقول لك، ما كنت متوقع، ولكن الحمد لله رب العالمين، هذا توفيق من الله جل وعلا. تستاهل كل خير يا شيخ سعد. أعزائي المشاهدين، مستمرين معكم في برنامج المرتل، ونرجع لك يا أيوب. أهلا أهلا بكم، أهلا بكم. احنا أيها الأحبة عندنا بعد ثلاث متسابقين، لكن بعد ثلاث متسابقين قبلها ناخذ فاصل قصير ونرجع لكم، ابقوا معنا. اهلا اهلا بكم يا الاحبه. المشترك الثالث معانا اليوم مثل ما عودناكم، نشوف تقرير عنه ونرجع لكم. عبد الحميد شنا من المملكه المغربيه، العمر 31 سنه، الوظيفه امام. بدايتي في ترتيل القران الكريم كانت منذ الصغر بفضل الوالده رحمه الله تعالى عليها. بعدها التجأت لحفظ كتاب الله عز وجل وقراءة القرآن الكريم على أسسه وقواعده ومناهجه.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عما تساءلون؟ عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا صدق الله العظيم. طيك العافية عبد الحميد حياك. ما شاء الله هو راوح أنا خايف منه كثرة. لا لا بعطيه إن شاء الله ريح يرحم والديك. إيه عطيه زين بعدين إيه لا الحين الأخضر عنده بعد ما زال إيه عادي اشتغل اشتغل خلاص تراحت عليك بس بيني وبينك اضغط بعد عادي لا بقول لك كلام اخضر. نبرة الصوت مريحة وعندك قدرة على التنوع في الأداء بسلاسة هذه مميزات يعني عندك فاطمن انت عندك الأساس الجيد بس احذر من بعض الأمور البسيطة التي تؤثر سلبا على أدائك منها مثلا عن النبأ العظيم كسرة عني ما وضحت حسيت انها يعني ضاعت كذلك لما أنت عندك مثلا الشدة نون مشددة أو ميم مشددة لها يعني مقدار حركتين أنت في عمة ما جئت بها كما جئت بها في مثلا ثم يعني كانت كان المقدار مختلف فكلما قرأت بقاعدة ثابتة كلما ارتحت في أدائك. أخيرا الصوت مخرج الصوت يغلب على أدائك أنه من الخيشوم إذا أحببت أن تتأكد ممكن تقرأ بينك وبين نفسك مع غلق الخيشوم تشوف الفرق فتلاحظ أن الغالب مخرج الخيشوم والصواب هو أن تخرج كل حرف من مخرجه الصحيح. شكرا باشمهندس. شيخ عبد الرزاق. الأخ عبد الحميد يعني أسمع في صوتك ارتعاشة الخائف يعني العرب مالتك اهتزازات يعني ارتعاشة الخائف
كأنني أسمع هكذا. يعني حاول أنك تقنن في موضوع العرب. أي واحدة. شيء ثاني، قلقلت الهمزة فتأتون هنا. أنت المفروض تعرف أنه يجب حبس النفس على الهمز الساكن. ومرصادة رققت الراء وهي مفخمة لأنه أتى بعد الراء حرف مستعلي اللي هو الصاد. أتمنى لك التوفيق. شكرا شيخ عبد الرزاق. شيخ مشاري، بالنسبة للحركات يعني ما كانت واضحة، يعني ما أعطى الحركات حقها في بسم الله، مثلا بسم الله الرحمن، وكذلك عن النبأ العظيم. لما يأتي عند حكم مثل عم ينشغل بالإسكان وينسى أيضا حركة عم الفتحة. اجعل يعني يا عبد الحميد للحليات أو العرب أو حتى التحويلات سبب. يعني ليش يعني قلت العرب هذا وليش حولت؟ أكيد لخدمة معنى معين. فأحسك مرات تزرع العربة زرع، تحشرها حشر يعني. فبس وأكد على النقطتين، يعني كانت نقطة دقيقة بالنسبة للحركات وأيضا مرصادة. شكرا شيخ مشاري. شكرا لك عبد الحميد صلاح الشطي. هذه الملاحظات بعد أنا أتمنى المتسابق الذي يكون بعده يأخذ فيها، يعني تكون في عين الاعتبار أنه عنده فرصة أحس أنه أكبر. أستاذ صلاح عندك الكلمة. شكرا أيوب، حياك الله يا شيخ عبد الحميد، والله يجزاك خير على هذه القراءة الطيبة. الله يبارك فيك، الله يحفظك إن شاء الله، الله يجزك بالخير، نسأل الله سبحانه وتعالى القبول والثبات إن شاء الله. أمين يا رب. كيف تخلصت من ربكة المسرح وهيبة الوقوف أمام لجنة الحكم؟ طبعا الإنسان إذا ما كان مستانس على الأمور هذه طبعا بيرتبك، حاجة عادية يعني. الله يحفظك إن شاء الله، نشوفك في التصفيات يا الله شيخ عبد الحميد إن شاء الله. شكرا صلاح. والمتشارك الرابع معانا إن شاء الله نشوف عنه تقرير ونرجع لكم. اسمي خالد عيسى محمد الجسمي، عمري 14 سنة، أنا من دولة الإمارات العربية المتحدة. هدفي من المشاركة أني أخذ خبرة من جميع الشيوخ وأكون جريء أمام الكاميرا وما أخاف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. عما يتساءلون؟ عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. كلا سيعلمون، ثم كلا سيعلمون. ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا
لقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا صدق الله العظيم. يا عيني عليك يا خالد، يا عيني عليك يا خالد، ايش الحلاوة هذه؟ من وين جايبها؟ ها؟ من الله سبحانه وتعالى. الحمد لله، فضل من الله سبحانه وتعالى. شيخ عبد الرزاق، ما شاء الله الأخ خالد، يعني كان متفاعل مع التلاوة، صوته دافئ وحنون ما شاء الله، وقراءته فيها خشوع، مليئة بالخشوع، أدخلنا في جو روحاني ما شاء الله. صوتك جميل، إلا في بعض الملاحظات التجويدية لابد أن تركز عليها. أي نعم. نعم، أتمنى لك التوفيق إن شاء الله. يعطيك العافية. يعطيك العافية شيخ عبد الرزاق. شيخ مشاري، يا شيخ خالد، انتبه فقط للقلقلة، التفخيم في فوقكم القاف، الفصل رقق اللام، ينفخ الفاء فخمتها، فخو لا ينفه، ينفخ كذلك. يعني عجبني بخالد انه متعايش في تلاوته، وكان يعني يعني حسيت ان قراءته مرصوصه مشبكه، يعني فيها انسيابيه متسلسله، النغم حلو عنده، لكن خلي ينتبه لتحقيق الحركات الماديه. اغلب الواوات عندك يعني الماديه، يعني مثلا عما يتساءلون، قاعد تقول شيء، ضم الشفتين، يتساءلون. شكرا شيخ مشاري. شيخ اسامه، اخوي خالد، أنت حققت لها أهداف، ذكرت أنك من أهدافك أنك تكسر الخوف، وأنا متأكد أنك كسرت الخوف، يعني في قناعة المشاركة في المسابقة وتقييم مشاهدات جمهور قد تكون أصعب من الإمامة حتى. أيضا حققت هدف ثاني، وهو الاستفادة من ملاحظات المشايخ، يعني استفدت أنت منها وأنا حتى أستفيد منها. نصيحة لك، صوتك جميل، في القرآن الكريم سبحان الله يعني يتجلى جمال الصوت بمجرد تطبيقك لأحكام التجويد، المخارج، الوقف الصحيح، يطلع الأداء من أجمل ما يكون. ما تحتاج أنك تتكلف مثلا في مثلا تمديد النهايات حتى تتصرف تصرف مثلا ما قدرت أنك تؤديه أثناء الآية، عندك القدرة، عندك الأداء، كسرت الخوف، إلزم شيخ متقن في الأحكام، وأنا أبشرك بأن إن شاء الله تعالى بيكون لك يعني فتوحات كبيره في مجال القران ان شاء الله. يا رب يا رب يعطيك العافيه يا خالد. ما عندي الزر الاخضر والله، عشان بدق لك اياه، والله ما عندي، ما عندي صلاح يترياك. يعطيك العافيه خالد، عجبني يعني هو عنده ثقه وواقف على المسرح بدون خوف ما شاء الله عليه. يعطيك العافيه صلاح، عندك الكلمه. حياك الله يا شيخ خالد. حياك الله يا شيخ خالد، الله يجزاك خير على هالقراءه. هذا فضل من الله سبحانه وتعالى. ما شاء الله عمرك 14 سنه وشفت فيك ثقه، يعني ما شفتها في مشاركين كبار، يعني شنو سر الثقة؟ والله أنا مشارك في المسابقات قبل، وها فعندي يعني عندي الأفضلية، يعني ما متعود، يعني متعودة. زين شنو الفرق بين المسابقات الأخرى وهالمسابقة هذه؟ والله المسابقة قدامنا شيوخ ما شاء الله، المسابقة العادية يعني مو شيوخ كبار، الحمد لله تغلبت على الخوف وكل شيء. عسى الله يوفقك يا شيخ خالد. مستمرين معاكم أعزائي المشاهدين برنامج المرتل، نرجع لك يا أيوب. يا هلا يا صلاح، وهكذا المشارك مسكين. كلهم فيهم الخير والبركة. الحبة عندنا المشترك الأخير، نتابع معاكم تقرير عنه ونرجع لكم. اسمي جابر خان من باكستان، وعمري 25 سنة، وأنا طالب في جامعة رأس الخيمة. بدأت ترتيل القرآن من كنت صغار في مسجد جنب البيت. الهدف مشاركتي في البرنامج المرتل، اسمع القرآن أكثر الناس، وهذا اللي يعني بحصل أجر، هذا يعني هدف.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عم يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. جابر حياك يا جابر. جابر ونبدأ بالشيخ مشار العفاسي. جابر يعني أدخلنا قلبه يعني صوته فيه دفء يعني يدخل القلب. معروف أن مراتب القراءة التحقيق والترتيل والتدوير والحذر بعضهم زاد الزمزمة وهي قراءة في النفس خاصة وكأنه يقرأ الحالة يعني ما كان في أحد قيمة أو يسمع حتى. القراءة فيها يعني ميزات كثيرة صراحة. في إحساس عالي عنده عالي جدا. في تعبير عنده قفزات لها أسباب يعني تحويلات أو القفزة النغمية لها سبب في المعنى وهذا يميزه في قراءته. كذلك عنده فصاحة ما شاء الله وهو من باكستان عنده فصاحة أكثر من بعض العرب ما شاء الله في حروفه لكن ينقص شيء بسيط يعني تشطيب بسيط في بعض الأحكام منها يعني الفصلي مثلا فخمت اللام وبعض التفخيم والترقيق يعني أشياء بسيطة والهمزات. ممتاز. جزاك الله خير. ممتاز. شكرا شيخ مشاري. شيخ أسامة. القراءة ما شاء الله راكزة غير متكلفة يعني أشبهها بالسهل الممتنع. فيها حضور. الحضور أستاذ أشبهه بأنه تخشع له الجدران فضلا عن القلوب. فعلا فيها روحانية. فتح الله عليك. يعطيك العافية شيخ أسامة. الشيخ عبد الرزاق. أتفق مع الأخوة المشايخ فيما ذهبوا إليه ولكن قراءة الأخ جابر من الناحية العلمية الأدائية تكلم عن الأداء
ليست احترافية. نعم. ليست يعني أداء ليس أداء احترافي. نعم. أي. هي زمزمية. صوته جميل وعلى سجيته وهذا يعني ما علي أي كلام لكن مو أداء احترافي. جميل جميل. أي. على الله عاد على الله شيخ جابر فهمتهم يا رب. عندك أستاذ صلاح الشطي يعني أنا والله أسعد كثير من لا يتقن العربية ويحفظ القرآن الكريم هذه نعمة من الله سبحانه وتعالى. صلاح عندك الكلمة. شكرا لك أخي جابر على هذه القراءة الطيبة. كيف تشعر؟ أشعر ما شاء الله يعني شفت المشايخ ويعني حين مرتاح. تشعر بالخوف نوعا ما صح؟ عسى الله يوفقك يا رب. شكرا شكرا صح. مشاهدين ومستمعين برنامج المرتل فاصل قصير وراجعين لكم إن شاء الله. مثل ما عودناكم عنا إطلالة مع سورة واليوم سورتنا سورة النبأ ومع الشيخ صالح المغامسي. خلوكم معانا المشتركين الآن بيخرج متسابق واحد لكن نرجع معاكم بعد هذا التقرير. الحمد لله. سورة النبأ سورة مكية وتعرف عند عامة المسلمين بسورة عمة وهي أول سورة في الجزء 30 من كتاب الله جل وعلا. قال الله عز وجل فيها عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. اختلفوا في البعث والنشور لكن على من يعود قول الله عز وجل الذي هم فيه مختلفون؟ إما أن يعود على أهل الكفر وأهل الإيمان، فإذ قلنا إنه يعود على أهل الكفر وأهل الإيمان فيصبح المعنى أن المسلمين مؤمنون بالبعث والنشور وأن كفار قريش غير مؤمنين به. وقد يكون الخطاب أو الحديث عن كفار قريش دون سواهم فيصبح المعنى بعضهم قاطع بإنكار البعث والنشور وبعضهم شاك في الأمر عما يتساءلون عن النبأ العظيم. وعما في رسم المصحف كما ترى الميم ليس يتبعها ألف لأن هنا المراد بها الاستفهام الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون إخبار من الله جل وعلا أن حقيقة هذا الأمر وتأويله سيكون ذات يوم لا محالة وهو يوم القيامة ففيه يفصل الله عز وجل بين خلقه ويقضي بين عباده. ثم أتبع ذلك إخبار بقدرة الله فأنتم في شك من البعث فالله عز وجل يحيلهم على مخلوقاته التي يرونها ولا ينكرونها حتى يستدلوا بما يرون على ما سيأتي. قال الله عز وجل ألم نجعل الأرض مهادا. هذا يسمى في لغة العرب استفهام تقريري وهذا الاستفهام التقريري في السمو والعلو من البيان العربي. قال جرير يخاطب عبد الملك بن مروان ألستم خير من ركب المطايا وأندى العالمين بطون راحي. فهذا من جنس هذا الاستفهام. هذه سورة النبأ في مجملها حتى ينتهي الأمر إلى تحسر أهل الكفر يوم القيامة. قال الله عز وجل يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. إن أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. أجمع ما قيل في تفسير ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا أن إبليس عندما تعالى على آدم عندما خلق من طين يتمنى يوم القيامة أنه لو خلق من تراب كما خلق آدم على القول هنا على أن الكافر يراد به إبليس والعلم عند الله وإن كان الجمهور على خلافه. عودة إليكم أيها الأحبة وعودة مع المتسابقين. الله أحلى لحظة لما تلعب في عواطف المشاركين بس أنا بيني وبينكم ألعب عواطف الجمهور قبلكم أنتوا. خالد إيش الحلاوة هذه؟ أنت وين جايب الحلاوة هذه؟ خالد صوتك جميل. الآن تبي منا الرأفة وتلعب بعصابه مهم مساكين. أنا اللي اخترت أنا اللي قلت حق المتشارك هذا ولا هذا بيغادرنا لا لجنة التحكيم. بالله عليك ما تزعل علي يا عمي عبد الحميد. لا لا ما عليك. أنت وردة. الله يحفظك. وأنت ما بتغادرنا. الله يطول عمرك. ارجع خطوتين ورا بس. الله يجزيك خير. شيخ جابر
أنا قالوا لي ما تعرف تتكلم عربي، بس كونك يعني حافظ لكتاب الله هذا روحه فخر كبير. بس يعني فهمت لجنة التحكيم شو قالوا لك؟ يعني سير ورا. أيوة سير ورا. سير ورا. أرجع أرجع ورا وتهز معانا. خالد أنت يعني والله شو أقول، خالد ولا الشيخ إبراهيم، أي من المتسابقين اللي أمامي تسمعون حمال القلب هذا، هذا قلب مديرنا ترى، إيه سجلناه وحطيناه لكم إيه لأنه هو يحبكم ويخاف عليكم، ما نبغي حد يزعل. وإحنا ما إحنا اللي بيغادرنا ما نقول إنه هو خسران، لا إحنا اللي يغادرنا نقول عنده حلقة خاصة لهم. اليوم شو رأيكم لجنة التحكيم بالمتشاركين؟ بصراحة بصراحة بشكل عام؟ إيه بشكل عام صراحة التقارب كان كبير بينهم، يعني ما كان في يعني تفاوت، منافسة قوية اليوم، كانوا منافسين بشكل كبير. خالد أنت بترجع ورا خطوتين، وإبراهيم لك حلقة خاصة إن شاء الله مع الذين غادرونا في الحلقات السابقة. وسعد تأهل بناء على ضغطة زر أخونا أسامة الصافي. أيها الأحبة أشكركم جزيل الشكر على حسن المتابعة، أشكر لجنة التحكيم، أشكر أخوي صلاح الشطي على التقديم معي وأتشرف بالتقديم معه، وأشكر أيضا المحامي عيسى بن حيدر على دعمه، أشكر جميع المتسابقين. وإبراهيم لك حلقة خاصة إن شاء الله، دمتم في رعاية الله. المرتل طير الضياء يتغنى بأسمى سماء، فمه ضوءه ويداه صوته وصداه، يدغم الروح في خير نور ويؤم خشوع الصدور، ويطمئن سمع الحياة مده ومداه. المرتل طير الضياء يتغنى بأسمى سماء، فمه ضوءه.